الحاجات اللي هي من اسرار البيوت اللي ما ينفعش تطلع بره، اول حاجه العلاقات الشخصيه داخل البيت ما ينفعش تطلع بره. تاني حاجه اي اسرار زوجيه مهما كانت، اذا كانت خاصه او عامه، ما تطلعش بره برضه، لان البيوت اسرار. المفروض ان كل واحد يلتزم بحاجه في بيته، ما يتكلمش حتى اللي اقرب الناس ليه. الكلام اللي هو ممكن يبقى عن العائله والكلام ده، عن الاخوات، عن الكلام ده، ممكن ابقى متضرر من حد فاحكي لمراتي الكلام ده، فتيجي الموضوع بعد كده مراتي تروح تحكي او تعرفه لحد، فطبعا ده ما بيبقاش حلو، بيخلي المواضيع تخش كلها في بعضيها. دي خصوصيات. بالنسبه للخصوصيات، يعني في ناس بتتدخل فيها عايزه تعرف كل حاجه عن البيت وعن الاسره والكلام ده كله، ده بيسبب مشاكل وبيسبب حسد وبيسبب حقد والكلام ده كله. غلط انه تطلع اي سر من سر البيت من الراجل او من المدام. بسبب المشاكل اللي هي بتظهر في البيت، بسبب اللي احنا بنقول كذا وكذا، وبنلاقي اخبارنا بتوصل للناس كلها. اذا كانت صغيره او كبيره خلاص الباب اتقفل، يعني الحياه بينهم سكرت. حتى الاولاد فيما بعد المفروض انه ما يعرفوش الا الحاجات البسيطه جدا المسموح ليهم. هو هنا التدخل بيبقى حاجتين، يا اما تدخل ايجابي يا اما تدخل سلبي، على حسب التدخل. وطبعا 80% من اللي بيدخلوا سلبي، يا اما يحتحازوا للزوج او ينحازوا للزوجه، ومن هنا بتبدا الخلافات. بالنسبه للزوج والزوجه طبعا في اسره ما بينهم، ولا الام ولا الاب ولا العيله ولا حتى الاخوات المفروض يعرفوها. انا واحد من الناس في اول جوازي حصل معايا مشاكل بسبب ان انا كنت برضو يعني كان بيحصل مواضيع، وكنت يعني المواضيع دي بتخرج بره مع العيله يعني وكده، فكانوا بييجوا يحلوا، كان الموضوع بيزيد ما بيقلش. يعني اهل المدام لما بيخشوا في الموضوع ممكن تحصل كوارث جامده جدا، لان الراجل بتحس بكرامته ان وقعت.